من جديد إلى الساحرة المستديرة، قمة كروية جمعت ناديي تضامن حضرموت والمكلا على ملعب الفقيد باراد بمدينة المكلا في افتتاح ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس حضرموت. أجمل ما في هذه البطولة هو الجانب الجماهيري الذي لم يتوقف حتى في وقت الاستراحة، وهذه رسالة أيضا كبيرة جدا يرفعها الجمهور بأن ساحل حضرموت وعشاق الرياضة في ساحل حضرموت بحاجة إلى توسعة هذا الملعب، وهذا يأتي أصلا من مهامنا كمكتب وزارة الشباب والرياضة. وبهذه اللحظة نحن طبعا نبشر الشباب والرياضيين بأن هناك بوادر قادمة قريبة إن شاء الله من وزارة الشباب والرياضة بإعادة تأهيل هذا الملعب حتى يتسع لجميع الجماهير العاشقة للرياضة. طبعا انتهت 4 أندية من الوادي و4 أندية من الساحل، ونحن اليوم نشاهد تدشين الأسبوع الأول في دوري الثمانية. طبعا مباراة جماهيرية بين فريقين طبعا جارين المكلا والتضامن. المباراة الحماسية شهدت كر وفر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني سجل نادي المكلا هدفه الأول ليهدي الأخضر فرحة كبيرة. هذه الفرحة سرعان ما تبددت عندما سجل التضامن هدف التعادل بعد خطأ من حارس مرمى نادي المكلا، ثم سجل التضامن الهدف الثاني والثالث ويكتسح المباراة. بإذن الله عاد لنا مباراة في، ما بنقول نحن قد صعدنا للدور الأربعة، لكن عاد مباراة في الإياب إن شاء الله بتكون يوم الجمعة ضد نادي المكلا. نادي المكلا بكل أمانة فريق يستحق كل الاحترام والتقدير، وعندهم عناصر جيدة، ونتمنى إن شاء الله في الفوز في المباراة القادمة للصعود للدور الأربعة إن شاء الله. والحمد لله اليوم بذلنا جهد كبير، والحمد لله عبرنا على الخصم إن شاء الله، وسهلت علينا المباراة الجاية بإذن الله. هذه المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبير اكتظت بهم مدرجات ملعب الفقيد بارادم، تشجيعا ومؤازرة تجسد حب الجماهير الحضرمية للدائرة المستديرة. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا.